الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا أصدقائي الأعزاء، أنا في خدمتكم مع تحليل دولار الأمريكي مقابل دولار الكندي خلال 4 ساعات. في هذا رسم البياني، وفقا لشكل الموجات من المتوقع أن يتشكل اتجاه صعودي، وبنى على ذلك فمن المتوقع أن يكون تصحيح محتمل الذي سيتشكل في رسم البياني قادرا على الوصول إلى مستويات الفيبوناتشي التي حددناها. وفي هذا النطاق يمكننا أن نرى تغيير الاتجاه وبداية الاتجاه الصعودي في رسم البياني. إذا تجاوز السعر هذا النطاق وبحسب قوة الكسر هذا النطاق، فمن الممكن أن يستمر التصحيح والاتجاه الهبوطي. في حالة الارتفاع فمن المتوقع أن يتمكن من تجاوز نطاق المقاومة الأخضر بقوة كاملة. في هذه الحالة من الممكن أن تكون مستويات الفيبوناتشي التي حددناها أهدافاً محتملة في رسم البياني، مع الأخذ في الاعتبار أن النموذج يمكن أن يشكل اتجاه صاعد طويل المدة في أطار الزمن الأعلى. يمكن أن يستمر الاتجاه الصعودي من خلال تجاوز نطاق المقاومة ومستوى 100%. أتمنى أن يكون هذا الفيديو تحليل مفيدا لكم، وإلى اللقاء إلى تحاليل التالي.